فوكوس نهار جديد عاوتاني معكم ايوب قناة تشينيك اوتوموبيل. كيما هذا غادي نتعرفو شحال من حاجة جديدة على السيارات ديالكم. اليوم غادي نبريزونتي لكم واحد الاديتيف ويل اديتيف. هاد الويل اديتيف كيخلي الموتور ديالك يحسن اداء الزيت. الزيت كلشي استعمل نعرف الزيت هي احسن الزيت هي الطوموبيل. عرفتي باش الناس توصل لهم الميساج الزيت هي الطوموبيل. إذا ما كانش الزيت مزيان راه الطوموبيل غادي تشكال دغيا. شحال من حاجة كتشكال في الطوموبيل، لي بيستون، الكوباب، لي سيغمون، بزاف الحوايج. دابا الناس كتشكال عندهم الزيت، الزيت كيديرو زيت عيانة كتشكال دغيا كتمشي كيقلب لها جوج تلقى الزيت مشات. علاش؟ شنو المشكل؟ المشكل هو كدير زيت رخيصة، هذا هو المشكل بزاف الناس، و كتخرج ليه على الموطور. المهم خوتي هاد الأدي شيف هذا كنزيدوه على الزيت ديالنا. بطبيعة الحال كنديرو زيت زوينة زيت غالية، غادي نوريكم الزيت اللي غادي تخدم ليكم أحسن زيت إن شاء الله غادي تشوفوها معنا في لاباج ديالنا القناة ديالنا تشينيك أوتوموبيل. المهم هاد الأدي شيف خوتي غادي نخليكم مع الشرح كثر 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 مع مراد، غادي نخليكم غادي يشرح لكم بزاف الحوايج بلي هاد الزيت هادي كتخلي الموتور ديالك ديما زوين نقي، كتحس الأداء الزيت، كتخلي الزيت ديما نقية، شحال من حاجة. و بزاف الحوايج كيكون واحد التقاد واحد التسربات تحت الكارتير، وهاد الادي شيف هذا كيمنع داك التسربات. المهم بزاف الحوايج اخوتي غادي تعرفوها. المهم نخليكم مع مراد ولا غادي نشرح لكم اكثر 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 اكثر. وما تنساوش ابوناو معنا في لاشين وديروا جرس، فعلوا جرس باش توصلكم ديما كل نهار كنلوحوا الجديد، كل نهار يوصلكم الجديد ديالنا باش تعرفوا بزاف شحال من حاجه هذه الحوايج تعرفوا عليها في السياره. عليكم مع مراد يزيد يشرح لكم بزاف كثر في هذا الادي جي ان شاء الله. ان شاء الله اخوتي اخوت مرحبا بكم في فيديو جديد في قناتكم تشينينغ اوتوموبيل. اللي مازال ما تابوناش في لاشين يدير ابوني ولايك باش يوصلكم ديما الجديد ان شاء الله. اليوم الخوت جبنا ادي شيف ديال الزيت اللي عندك مشاكل ديال الزيت، اللي منا انك يكون عندك مشكل ديال تسرب الزيت من المحرك ديالك او تساقط الزيت من السياره. كيكون انك تلقى الزيت هابط كتلقى تحت من الطوموبيل، يعني بقع ديال الزيت تحت من الطوموبيل ديالك، او كيكون عندك الدخان كحل موسخ في الطوموبيل ديالك، او كيكون صداع في المحرك ديال السياره ديالك، يعني كتسمع الصداع في الطوموبيل ديالك، ولا كيكون عندك الزيت خفيفه بزاف في الطوموبيل ديالك، ولا كتكون كتكونسوم الزيت بزاف وما لقيتيش الحل. المهم يعني هاد المشاكل بالنسبه لكم كتبان كبيره بالنسبه للطوموبيل ديالك، ولكن هي ماشي شي حاجه اللي كبيره. المهم الخوش هاد لادي شيف هذا طريقه الاستعمال ديالو يعني ساهله، يعني ما كتحتاجش دير هاد الميكانيسيان باش غادي يدير لك هاد الادي شيف هذا. يعني ادي شيف غتستعملو غير بوحدك، و يعني ماشي بالضروره انك حتى دير الفيدونج عاد ديرو، يعني واخا تكون ديجا درتي الفيدونج ماشي مشكل غادي دير هاد الادي شيف هذا، ولا تكون يلا باغي دير الفيدونج غديرو ماشي مشكل. يعني هو ما عندوش شي بالضروره انك خصك تكون حتى دير الفيدونج عاد دير الادي شيف، واخا تكون الزيت ديجا درتي دايرها ودير الادي شيف تزيدو ماشي مشكل. و ثاني حاجه خدوا على ان هاد الادي شيف هذا كيصلح للديازير والاسونس، يعني ما كاينش الفرق ما بين الديازير والاسونس، يعني تقدر طوموبيل اسونس ديروا لها ديازير ديروا لها ماشي مشكل، يعني ما كاينش شي فرق كبير. غندوا الخوت يعني شنو الحوايج اللي كيقاد لينا في الطوموبيل ان كيمنع تسرب ديال الزيت، يعني كيداوي البلاصه، يعني كيجدد البلايص اللي كيتقطر منهم الزيت، يعني ما كيبقاوش، والبلايص اللي كيتسرب منهم الزيت في الموتور ديال الطوموبيل يعني ما كيبقاش، يعني كيقاد كلشي. ولا كان الدخان عندك كيخرج كثير من الطوموبيل كحل، يعني ما كيبقاش، يعني كيتفلتر، وصداع ديال الموتور يعني ما كيبقاش، يعني الصداع كيولي نورمال. الزيت اللي كتكونسوم يعني كتولي عاديه، يعني كيف ما كتكونسوم اي طوموبيل يعني الزيت كتولي نورمال عندك في الطوموبيل وما كتبقاش خفيفه في الطوموبيل ديالك. المهم الخوش هادشي اللي كاين في هاد الادي شيف هذا، ويعني شي حاجه اللي طوب مزيان، يعني ما كتبان لك شي حوايج كبيره ان في السياره ديالك شي حاجه يعني كتبان لك انت كبيره في السياره ما غتسوي، يعني هاد الادي شيف هذا راه مزيان استعملوه. ولا الا كانت عندك هاد المشاكل يعني راه ما غتبقاش. غير واحد النقطه غندوي عليها مهمه، ان الادي شيف الخوت يعني راه ماشي كيعطيك المفعول ديالو سير بلاص، يعني فاش كديرو ما غيبقاش عندك هاد المشاكل كامله. يعني هاد الادي شيف هذا يعني خصك تربي واحد 600 كيلومتر حتى 800 كيلومتر عاد كيدير المفعول ديالو في الطوموبيل ديالك، يعني ماشي في البلاصه، يعني خصو واحد المده فين غادي يخدم الخدمه ديالو، يعني 600 كيلومتر حتى 800 كيلومتر وغادي غادي تشي كامل ما غاديش يبقى ان شاء الله في السياره ديالك.
وهادشي اللي كاين الخوت. وكنتمنى الفيديو يكون عجبكم والشرح يكون فادكم، وكنتمنى انكم تدعمونا في القناة باش يوصلكم ديما الجديد ان شاء الله، ويكون المحتوى اللي كنقدمه لكم يفيدكم ان شاء الله. حنا غادي نخليو لكم طريقة استعمال في الاول ديال الفيديو غادي تشوفوها. وش نقول لكم الخوت، يعني اللي عندك هاد المشاكل كاملة في السيارة ديالك غير استعمل هاد الاديتيف هذا، راه مهم جدا كيف ما قلت لكم في الفيديوهات اللي قبل. يعني هاد لي زاديتيف مهمين بزاف، يعني ماشي بثمن كتير باش اننا ما غاديش نديرهم في الطوموبيل ديالنا وما يبقوش عندنا هاد المشاكل كتيرة في الطوموبيل. يعني شي مشاكل كيبان لنا حنا كبار، وما راه شي حوايج بساط، يعني شي حوايج بساط بحال الاديتيف غادي نستعمله في السيارة ديالي، ماشي شي حاجة اللي ما غياخدش مني حتى واحد 3 دقائق غادي نديرو في الطوموبيل ديالي. كيف ما قلت لكم راه ما تحتاج لا ميكانيسيان لا والو، يعني غتستعملو غير بوحدك، فهمتي، بوحدك غادي دير هاد الاديتيف هذا. المهم الخوت، نتمنى الفيديو يكون عجبكم وهاد المحتوى عجبكم وهاد الاديتيف عجبكم، وكنتمنى تستعملوه. ولا عندكم شي مشاكل في الطوموبيله من غير هادشي تخليو لنا في كومونتير وغنجاوبكم ان شاء الله، وغادي ندويو على جميع لي برودوي اللي بغيتو، وان شاء الله علاش لا ما غندويو على جميع الاشياء اللي كتعلق بالسياره ديالك، وغادي نشرحو لكم كل شيء ايطاب ايطاب ان شاء الله، وغندويو على الزيوت كامله. وكنتمنى الفيديو يكون عجبكم، وتهلاو في راسكم، وتسناونا ان شاء الله فيديو جديد مع برودوي جديد ان شاء الله. الله يعاونكم.